ما بين المنتخب المصري الشقيق والمنتخب البلجيكي مسابقة كأس العالم في قطر بعد أيام بحث عن الأسلوب والطريقة. هذا بالنسبة للمنتخب المصري الشقيق في ساد جابر الأحمد الدولي. المنتخب البلجيكي واللي عرفنا من هم في أرضية الملك في المحاولة كراسكو بيحاول يبيع كرة عرضية بتمر بتسد البلجيكي ناحية اليسار هازارد في المحاولة ممكن يشوت خطرة والمتابعة موجودة خطرة لصالح المنتخب البلجيكي. شوف المحاولة في المتابعة لصالح إذا كانت واثرة وتحتاج حكم المباراة علي محمود حكم الدولي الكويتي. القرار كرة ما فيها شيء كرة ما توجد متابعة لصالح المنتخب البلجيكي ما زالت خطرة الله كرة مع محمد صلاح تلعب طويلة عرضية لصالح المنتخب المصري خطرة الله أمامية داخل منطقة الجزاء برافو طارق وتريزيجيه تسديدة ممتازة لكن كورتوا تشعر أنها أطول من عام 1920 دي بروين بيسيطر عليها يتقدم لاعب مميز يجيد الصناعة من صلاح الفنان يحب الحسام الهداف كرة ملعوبة تتخلص يا سلام اللي قبل جول من بلنتي والحمد لله ان مصر سجلت في المونديال اللي فات بيعيدها لي طارق في منتصف الملعب لن يسلم يسلم لا لا مالكش حق مالكش حق يا كاس العالم. شوف كورتوا طبعا كورتوا ما شاء الله قلنا اطول من المرمى كورتوا اذا ارتفع اطول من الجول كرة ملعوبة لكراسكو كراسكو بيلعبها عرضية امام المرمى برافو حجازي بيخلص المنتخب البلجيكي في مكان خطير يحاول يمر الكرة بترجع مرة ثانية دي بروين تسديدة بتروح هو حاول يمر كراسكو لكن اكرم توفيق قال له رايح فين كرة بتتسدد ب 69 هدف صلاح يقترب من رقم الأسطورة حسام حسن كل هذه أسماء كبيرة جدا مرت على مدن 100 مليون كوتش كراسكو بيحاول يمر كراسكو بيلعبها عرضية لكن الكرة بتتخلى هازارد بيحاول يمر رجعت الكرة لدي بروين عرضية داخل منطقة الجزاء أكرم لقاء منتخب قطر والإكوادور كرة لدي بروين يا سلام يا سلام يا دي بروين كرة رجعت مشيها أمام المرمى الله مين هو اللي مش هيلعبوا كأس العالم هو الله عليك يا مصطفى يا مصر شوف الولاد الجمال ده الله هذا المصري هذا المصري أهو أهو مصري أهو يا سلام يا مصطفى ايه اللي عملته يا مصطفى يا مصر روح يا ابني كرة امامية لا زالت قائمة تريزيجيه بيلعبها مصطفى بيلعبها لدي بروين دي بروين امامية تتخلص داخل منطقة الجزاء الكرة الى خارج هذا النجم يبقي هذا الاسم عالي عرضية شناوي يخرج كرة يا شالت الكرة لحارس المرمى شوف 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 والشناوي يا هو يا سلام يا دي بروين شوف المهارة المصرية يا أحد أفضل صانعي الكرات في العالم هازارد هازارد والمنتخب المصري ما بيهزرش أنا لكن أكرم توفيق أكرم توفيق وحتى الدوري المصري بدأ يسترجع الكثير من عافيته في التعليق الرياضي العربي من ينسى ثعلب الكرة المصرية وتعليق مصر هذه مصر كرة ملعوبة أمامية بتتخلص من علي قبر بلجيكيا بالضغط العالي ومن ثم الكرة الآن ملعوبة لصلاح صلاح لتريزيجيه تريزيجيه تريزيجيه حطها حطها الله عليه الله يا تريزيجيه الله على هدف ثاني طرب ايه راح يوم الدنيا افرحي افرحي ربي كاتب لك الفرح افرحي شفتوا شفتوا المصريين ولا من حظكم مش موجوده في كاس العالم الله عليك يا اختي ده ايه الفينيشنج ده إيه المصريين دول انتم منين بتلعبوا يا جدا صلاح يا سلام
الأمام مرة ثالثة، كرة قوية بيسيطر عليها. كثير يحنون على مصر، هل تسترجع أو تستعجل العودة إلى مصر؟ قدم على بلجيكا 3-0، كرة ملعوبة، أوبيندا بيلعبها لمارتينيز أمامية، جبها معاك الكرة المصريين يقولون للمغاربة بإمكانكم، والنني كأنهم مولودين مع بعض في يوم واحد في شهر واحد، وصلاح اللاعب رقم واحد بيحاول، ولكن حتى أمور كثيرة جدا يحاول من خلالها أوبيندا بيمر، لا وجود للهازارد، يعيدها كرة على الجهة اليسرى للمنتخب البلجيكي إلى خارج الملعب. 590 مليون دينار كويتي، والتي تتسع ل 60,000 متفرج، واعتقد ان الحصر بالاهلي والزمالك والاسماعيلي والمقاولون والمحلة الكبرى والصغرى، وهذه كرة ملعوبة هو بيقول كفاية بقى يا اكرم، كفاية بقى يا اكرم. اكرم اعتقد عقد اليوم. محمد صلاح امامية كرة، ولكن كورتوا لم كرة بتعود للمنتخب البلجيكي، هذه بتتسدد دي بروين. ان المصريين ينتظرون لقطة للارتداد، كرة المنتخب البلجيكي أمامية، أوبيندا بتتخلى، لاعب المصري الحقيقي يعني كم مصر بكل ما فيها، زمالك وأهلي وإسماعيلي ومقاولون، يحاول، يا سلام يا حجازي، وصلت لمارتينيز عرضية، يا سلام يا سلام، مصر تصدح بصوت الكلثوم. كرة ملعوبة لأحمد حمدي، محمد حمدي يعتذر، كرة ملعوبة أمامية قبر، يا سلام يا سلام، دورك يا صلاح، يلا يا أبو الصلح، صلاح بيلعبها. بعض ما يوفر للدوريات العربية سيصبح دوري عالمي. كرة عالية وعرضية، خروج في مسألة الأمن، كلها أمور مهمة جدا. كرة ملعوبة، هذه تسديدة إلى خارج الملعب. كريمانس بأوطاني، كرة ملعوبة على الجهات اليسرى، عالية عرضية، خروج حجازي ممتاز من المصريين الحاليين. تحتاج إلى دلالات، ولكن أتكلم كراسكو، هدف للمنتخب البلجيكي، أول وصول. شوف هذه الكرة والعرضية، أول عرضية، محروم من لعب الكرات العرضية بسبب أكرم توفيق. ناوي بده يعلن عن تقليص الفارق المنتخب البلجيكي في آخر. طارق يا أولاد انتبهوا، لا كراسكو، يا سلام يا وحش، شوفوا الشناوي، انسوا الكرة، تابع الشناوي، شوف الشناوي راح فين، تابع الشناوي، ترجع الكرة مرة ثانية، طارق حامد ضغط عالي ممتاز، فاول سنية، يلعب مباراة الدولية رقم 11 مع منتخب بلجيكا، لاعب لفريق بإذن الله، المنتصرين هم المصريين.